اما عن منتخب مصر لكره اليد للشباب اللي هيسافر بعد بكره للمجر لاقامه معسكر تدريبي وهيلعبوا هناك هناك ماتشين وديين مع المجر وسلوفينيا ضمن استعدادات منتخب الشباب للمشاركه طبعا في كاس الامم الافريقيه للشباب اللي هتتلعب باذن الله في شهر اغسطس اللي جاي منتخب الشباب عمل معسكر في المركز الاولمبي في نوفمبر اللي فات لعب عدد من المباريات الوديه مع منتخب الامارات كمان الجهاز الفني بقيادة كابتن صابر حسين بيجمع لعيبة المنتخب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع علشان بيعملوا زي معسكر صغير مغلق كده وبيلعبوا خلاله لعب بعض المباريات الودية مع بعض الأندية والمنتخبات العربية وده كله ضمن برنامج الاعداد لبطوله افريقيا علشان يكون في منح فرصه لاكبر عدد ممكن من اللاعبين علشان خلاص الجهاز الفني يقف على مستوى كل اللعيبه دي ويبقى عارف يختار مين الجهاز الفني تبع لمنتخب الشباب يضم كابتن صابر حسين المدير الفني كابتن عمرو خليفه مدرب عام كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درونكي المدير الاداري الجديد وماجد مدحت اخصائي للعلاج الطبيعي